انا في الاول فكنت شفتها في تيك توك، كنت شفت بان الناس ديال الميريكان كيجربوها وكاملين كيتدشروا، قلت بلاتي شي نهار غادي نجرب هذه حيت ما يمكنش، انا كيعجبني انني نجرب الحاجات الجداد. المهم ما عليناش، جيت داك النهار يلا غنضرب الدلاح وانا نتفكر، قلت بلاتي انا اصلا كيعجبني شويه الموطار، صافي زدت شويه ضغط الاولى وعجبني داك الشيء. قلت كان عندي واحد 300 غرام ديال الدلاح، صدق الضربه كامله بالموطار حيت عجبني المذاق، المالح مع الحلو صراحه كيجي زوين، وشويه الحروره ديال الموطار كانت واعره. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.